اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في فقرتنا النهارده بقى ضيفي اللي منورني النهارده الغالي جدا جدا على قلبي، اللي دايما بقول لكم ان هو اول حد عمل طفره كبيره في عالم التخسيس. كان الموضوع مقتصر على الستات والبنات بس، يعني انا عايزه اخس، انا عايزه مش عارف جسمي يبقى عامل ازاي، عايزه البس اللي انا عايزاه، الكلام ده كله. لا، هو بقى دخل عالم التخسيس من اوسع الابواب وقال لك ان التخسيس ده مش مقتصر على الست بس، لازم الرجالة والشباب كمان يخسوا، مش بس يخسوا عشان خاطر صحتهم، لا ده فضل وراهم كمان ازاي بعد ما يخس يعمل الجسم فورمة حلوة، وازاي العضلات بتاعت الجسم تفوق، ازاي ينحت الجسم. بقوا الشباب والرجالة كمان بجد بيحبوا جدا، بيعشقوا العروض اللي هو بينزل بيها، وزي ما تقولوا كده بقى ايه، ملك القطرين مع بعض. النهاردة ضيفي اللي منورني النهاردة، اللي دايما بقول لكم هو ابني، هو اخويا الصغير، خبير التغذية العالمي، كريم اكرم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الحلويات دي؟ احنا عاملين بقى البانيه. عاملاه في المطبخ ده صح؟ طبعا شكله ما شاء الله ما شاء الله، عامل زي ما يكون جاهز والله بالظبط. ما شاء الله ده بجد. وانت اساسا عامله اكله كمان الناس بتحبها قوي، وسريعه، والناس بتحب ان هي دايما تعملها. انا عامه اساسا انا عايز اقول لك ان الاكلات المفضله يعني والله. احنا النهارده بانيه ومكرونه بس. خرجنا عن النطاق، عاملين بانيه الشركات اللي بيجي نص مقليه، احنا عاملينها في البيت. ما انا مش فاهم ازاي بس يعني شكله ان هو جاهز. هو في المجمل وجبتنا النهارده مقلي، فيها مقلي ومكرونه، فطبيعي ان احنا ايه، هناكل وطبيعي ان احنا عايزين ناكل ونخس، او ناكل وما نزيدش. طبعا نبقى واثقين حتى في ان احنا ناكل وما نزيدش في الوزن. احنا طماعين في احلامنا يا جماعه، صح؟ مش منطقيين خالص في احلامنا. وفكره القلي والكلام ده طبعا الناس كلها عارفه انه بيبقى ممنوع دايما للناس اللي بتعاني من مشكله السمنه، للناس اللي عايزه تعمل دايت. احنا بقى بديل عن كل ده، احنا بنخليكي تاكلي كل اللي انت عايزاه بدون حرمان، ايا يكن ايه الصنف اللي موجود على الترابيزه، ولكن بخسسك في نفس الوقت 30 كيلو في شهرين، بس اديلك الشهيه انك تاكلي كميه اقل من الكميه المعتاده اللي انت بتاكليها، عشان ابقى ضامن ان انت هتحرقي عدد سعرات حراريه اللي جسمك محتاجها مش اكتر. يعني من الاخر بعمل لك عمليه تكميم طبيعي للمعده. يعني ايه تكميم طبيعي للمعده؟ تكميم طبيعي للمعده انا باخد جزء من المعده بنسبه 80% يبقى اعشاب والياف طبيعيه بنسبه 100%، واسيب لك 20% بس. تدخلي الكميه ال 20% دي ايا يكن ايه الصنف اللي موجود على الترابيزه، وهي دي المعادله الصعبه. اكل كل حاجه بدون حرمان واخس في نفس الوقت، وما احرمش نفسي من نوع اكل. يعني انا لما اجي النهارده اقول لك مثلا النهارده معايا البوكس الذهبي، تمام؟ البوكس الذهبي اسمه حلو، وطبعا احنا كلنا بنعشق الذهب. كلنا بنحب الذهب. البوكس الذهبي انا اكتر حاجه تنطبق عليها، عشان خاطر هو فعلا بوكس ذهبي، عشان خاطر الخصم اللي عليه، عشان الهدايا اللي عليه. انت النهارده هتتفاجئي، انا اعلى هدايا جبتها معاكي كانت كام هديه مثلا؟ كان تقريبا 4 هدايا. دي اكبر حاجه مثلا كنت معانا بيها، وكانت كمان ما شاء الله كانت عاجبه حبيبنا جدا، كانت عاجبه الناس جداً. صح. الاربع هدايا كانت عاجبه الناس جدا، وكانت الاول 100 متصل. لا انا النهارده معايا 7 هدايا. حلو، زودنا الهدايا 3 كمان، يعني النهارده معانا في البوكس الذهبي ده، كفايه اسمه يا جماعه والله، تفرحي كده وانت بتقولي يا جماعه انا عايزه البوكس الذهبي. بالظبط، هو ذهبي عشان خاطر موفر جدا. بوكس الذهبي يعني بيتميز بانه مناسب لجميع الحالات الماديه، لانه السعر اللي طالع بيه النهارده سعر اقتصادي جدا جدا. انا مبسوط ان طالع بالسعر بتاع النهارده ده. حلو. وانا قلت لك انت نفسك ايه، الحمد لله اتفاجئت. فالنهارده الخصم كبير جدا، الخصم انا هقول كل حاجه عشان كمان الهدايا الاول عدد معين من المتصلين، فالخصم النهارده 70%. واو. وانا مش هدفع اصلا، مفاجاه لينا النهارده، وانا اصلا مش هدفع غير 8-3 حاجات بس. يعني انا النهارده البوكس الذهبي 10 حاجات انا بدفع 8-3 بس. يعني مش الخصم على كل المنتجات اللي هتوصل؟ لا لا لا، ده الخصم على 3 منتجات اللي هو بس. كرسي الاساسي. طب وبقيه المنتجات ايه ظروفها؟ مجانا. هديه مجانيه على الكرسي الاساسي. يعني انا النهارده بوكس الذهبي 10 حاجات بدفع 8-3 بس بخصم 70%، والخصم مفتوح، والسبع هدايا النهارده مجانا لاول 200 متصل مش لاول 100 متصل. برضو هو بص هو برضو محدد، بس احسن من الاول. يعني الاول كنت محدد 100، النهارده 200. لا وكمان انا مزود لك يا جماعه، مزود لك هدايا انت بتحبيها النهارده. الامبول انت عارفه هو غالي ازاي، بس لا ده احنا لسه هنعرف بقى دلوقتي مكونات الكورس كله. النهارده يا جماعه البوكس الذهبي اللي كريم نزل لنا بيه مزود عدد الهدايا، مزود
الخصم يعني حاجة فوق الوصف ما شاء الله، 70% خصم على الكورس الأساسي بس الأولاني اللي هم الثلاث منتجات، بعد كده معاه 7 منتجات تانيين دول هدية مجانية على الكورس الأولاني اللي عليه الخصم، خصم من 70%. أنا ما بسمعش الرقم ده بصراحة غير مع كريم، زائد الهدايا اللي زادت النهاردة بقى عندنا 7 هدايا هنعرفهم منه بالتفصيل. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة لغاية 200 متصل، يعني احنا دلوقتي نبدأ على طول نتصل على ارقام التليفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة، ولو مشغولة على طول قدمنا لك الخدمة، خدمة الواتساب على الارقام. صح كده، كل الارقام دلوقتي بقت متوفر عليها خدمة الواتساب، اقدر احجز العرض من خلال الواتساب، مش هستفسر، احجز العرض من الواتساب، كلمة السر البوكس الذهبي. البوكس الذهبي ده مش كده بس يا جماعة، ده كمان عندكم صفحة الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي، تقدري على طول كده تدخلي على الصفحة وتقولي لهم لو سمحتوا انا عايزه البوكس الذهبي. مش بس كده يا جماعه، ده انت لو في دماغك اي مشكله، اي استفسار، عايزه تسالي عن اي حاجه، قدامك الصفحه هي على الفيسبوك، وكمان خدمه الواتساب وارقام التليفونات، اسالي في اي حاجه انت عايزاه، هتلاقي ما شاء الله دكاتره على اعلى مستوى، وهتلاقي دكاتره خبره في مجال التغذيه بياخدوا ويدوا معاكم لغايه ما مده الكورس تخلص بامر الله. وغير كده كمان المتابعه مجانا من اول يوم لغايه اخر يوم. هو النهارده البوكس الذهبي بيقعد معايا 60 يوم، بنزل 30 كيلو في ال 60 يوم دول، يعني انا بيبقى معايا فريق طبي مجانا من اول يوم لاخر يوم، متابعه مجانيه، لو انت ما تواصلتيش احنا بنرجع نتواصل بك على طول. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، التوصيل مجانا لحد باب البيت لجميع محافظات مصر. توصيل مجانا لحد باب البيت، فانسب فرصه لاي حد بيعاني من مشكله السمنه، عايز ينزل 15 20 30 كيلو، النهارده البوكس الذهبي بينزل 30 كيلو في شهرين. طب انا ينفع اتنين نستخدمه؟ حلو. وكمان عشان الهدايا اللي موجوده النهارده ينفع نقسمها. تمام. طيب انا ايه اللي حسابك كمان في كده؟ انا اللي انا يعني التركيبه فكره ان انا ممكن اعمل خير كمان. يعني انا هاخد النهارده البوكس الذهبي، انا هدفع 8-3 بس كبسولات ونقط واعشاب. بس ده انا بدفع تمن بخصم 70%، يعني هدفع 30% بس. طيب انا قلت ده بينزلني 15 كيلو في الشهر، طب انا قلت انا بقدم تحدي 30 كيلو في شهرين. ده معناه ان اول هدايا معايا اصلا من ضمن ال7 هدايا كبسولات تانية ونقط تانية واعشاب تانية، فكده كورس وعليه كورس تاني مجاني. كبسولات ونقط واعشاب عليها كبسولات ونقط واعشاب مجانا، فكده ينفع اتنين يستخدموه، كورس اول شهر وكورس تاني شهر، بنزل في اول شهر 15 كيلو وبنزل في الشهر التاني 15 كيلو. تمام. طب كده فاضل 4 هدايا، ينفع نقسمهم ولا لا؟ لان ال4 هدايا النهارده 4 أمبول حرق مجانا لاول مره حصري. بتتكلم بجد؟ والله 4 أمبولات حرق النهارده جايين هديه مجانيه؟ مجانا. 4 أمبول حرق مجانا، وللناس اللي بتخاف من الحقن يا جماعه، أمبول الحرق ناخده على كوبايه عصير او على كوبايه ميه، يعمل معايا نفس النتيجه ونفس الكفاءه بنسبه 100%، مش لازم اخده ان هو حقن. 4 أمبول حرق، يعني انا باخد 2 أول شهر و2 أمبول تاني شهر. دول بقى اللي ايه؟ هيعلوا معدل الحرق وينزلوا الدهون يعني انتوا عارفين طبعا أمبولات الحرق ثبتت نفسها جدا جدا في عالم التخسيس، بس دلوقتي هي مش موجوده بره. وكمان اللي كانت موجوده كانت التركيز الاقل، دايما بينزل معانا في أمبولات الحرق التركيز الاعلى القويه جدا جدا، طبعا دي لو بره ثمنها هيبقى خرافي. هي ثمنها غالي خرافي. جدا. النهارده 4 مجانا لاول مره، 4 أمبولات جايين النهارده، هي فعلا اول مره 4 أمبولات حرق جايين هدية مجانية على الكورس الأساسي. تعال ناخد تليفون ونكمل مع بعض. مين معانا على التليفون؟ نرمين، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، ازيك يا نرمين، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي يا قلبي، اتفضلي. يعني مش عارفة والله أنا أتكلم على الهوا عادي ولا كده يبقى فضايح، يعني على ايه بس؟ على مشكلتك يعني، عايزة تتكلمي. انا يعني بكلمك كده وبحاول ان انا افك شويه من المود اللي انا فيه. ليه بس؟ انا جوزي قال لي كده في وشي، لو ما خسيتيش دي هطلقك يا اتجوز عليك. شوفي انت بقى. لما الواحد خلاص اعصابه تعبانه، فلو عندكم حل قولوا لي عشان انقذ بيه بيتي وحياتي. طيب انت عايزه تنزلي قد ايه تقريبا يا نرمين؟ عايزه تنزلي قد ايه؟ انا عايزه انزل كتير، ما هو برضو الواحد مش عايز يجي عليه عشان هو عنده حق. انا معديه ال 120 كيلو. طيب لو قلت لك ان النهارده البوكس الذهبي موفر لك 10 منتجات ب 8-3 بس، وبخصم النهارده كمان 70%، في النهارده 7 هدايا، وهينزلك 30 كيلو في شهرين، ده هيكون مرضي بالنسبه لك؟ يعني انت هتوصلي ل 90 كيلو تقريبا في 60 يوم. نتيجه بسرعه.
طيب بصي لا يعمل حاجه ما يعملهاش. بصي يا بصي يا نرمين، انا عايزاكي هتتابعي معانا الحلقه دلوقتي وهتشوفي ابطال البوكس الذهبي الصور قبل وبعد كانوا ايه وبقوا دلوقتي عاملين ازاي. الموضوع ان شاء الله بفضل الله بسيط جدا، عايزاكي بس انت شايفه ان في امل يا شيف هنا ان شاء الله ان شاء الله. واسمحي لي بس ان انا هوجه كلمتين بعد ما تقفلي لزوجك الفاضل لزوجك الكريم، بس انت اهم حاجه يا نرمين تصلي على الارقام اللي موجوده دلوقتي على الشاشه علشان تطلبي البوكس الذهبي، هو افضل حاجه. امبولات الحرق اللي جايه في البوكس الذهبي النهارده هديه مجانيه، هتقوم بالواجب وزياده، مش كده يا كريم؟ طبعا باذن الله. اربع انبول حرق مجانا النهارده موجوده. متشكره لوقتكم جدا حبيبتي، ان شاء الله المكالمه الجايه صوتك يكون احسن من كده، وطمنينا عليك يا نرمين ان شاء الله. ان شاء الله ويكون معاكي جوزك كده وننبسط كلنا. اسمح لي بس يا كريم، يعني يا رب يكون سامعني، يا رب. انا نفسي بس اقول له بدل ما تقول لها كده كنت انت دور على الحل، لو انت اللي كنت اتصلت وطلبت لها البوكس ده وقدمته لها هديه كان هتبقى احلى بكتير، كنت تكبر في نظرها اكتر واكتر. لكن ما تجيش تقول لها في وشها كده، هل انتوا حياتكوا كل اللي بينكوا هي تخنت ولا خست؟ لو الحياه كل اللي بينها كده بلاها، معلش بالظبط بلاها. وهو من المفترض ان اكتر حاجه اساسا بيعاني منها اللي بيعاني من مشكله السمنه هي اللي يخليه ينزل في الوزن نفسيته على فكره. بالظبط. يعني انا اساسا كمان اثناء المتابعه الفريق الطبي وهو بيتابع بيشتغل على العامل النفسي برضو بشكل كبير جدا. يعني احنا دايما اول مكالمه، يعني الناس دلوقتي حالا مثلا اللي بتتصل تطلب البوكس الذهبي صوتها اكيد اكيد بيقول يلا نجرب، العرض النهارده حلو، الخصم كبير، خايفة، بس انا ماشي مصرح من وزاره الصحه، مناسب لجميع الحالات الصحيه، مناسب لجميع الاعمار، بس انا اسمي هجرب لو انا ما اعرفش. صح، انا هاثق في الشيف هاله، هاثق في خبير التغذيه الاستاذ كريم وخلاص. الموضوع هبدا يعني هسعى. فمجرد ما انا هسعى اكيد انا مش هكون بالثقه 100% والامل بنسبه 100%، بس ده بيفرق بعد اول اسبوع. نسمع مكالمه النهارده اثناء حجز العرض وهي بتحجزه، واسمع مكالمتها بعد اول بعد اسبوع. بعد كده اول اسبوع لما بتنزل 6 كيلو على الميزان، اول اسبوع اول 7 ايام ما بتنزل 6 كيلو على الميزان صوتها بيتغير 180 درجه. طبعا اكيد حماسها بيبقى بجد بقى على حق. يعني انا دلوقتي انا بسعى، انا عايزه، انا بشتغل على العامل النفسي، انا مش لان اللي بيعاني من مشكله السمنه هو جرب اساليب كتير جدا ما جابت معاه نتيجه مش مرضيه، وفي اللي ما جابتش معاه نتيجه اصلا، وفي اللي عايز يخس عشان عنده خشونه، وفي اللي عايز يخس عشان عنده تكيسات، في ناس كتير جدا عايزه تخس عشان تعالج اصلا مشكله صحيه. صحيح. هي بوابه كبيره لامراض كتير جدا احنا في غنى عنها. فكل اللي بيعاني من مشكله السمنه هو بيتمنى بس معادله ان انا انزل بشكل امن بدون اثار جانبي. صحيح. في حاجه اثق فيها انها مرخصه من وزاره الصحه، وانزل معايا حد بيتابعني، وكمان النتيجه تبان معايا بشكل سريع زي ما كانت استاذه نرمين بتقول. انزل 6 كيلو اول اسبوع على الميزان. يعني انت متخيل نرمين اول ما تاخد ان شاء الله بفضل الله تاخد الكورس مثلا، ينفع هي بقى لما تخس وبعد هي اول هي اسبوع هي ينفع لما تخس تقول له انا مش هينفع اكمل معاك مثلا؟ ايوه بقى يا كريم، اشوف نفسي عليك. ده اول مره الاقي كريم واقف جنبنا يا جماعه، عشان خاطر لقيت انت واقف جنبنا. انا اكتشفت ان في بجد ده الموضوع دوت على فكره مش اول مره، انت ممكن تكوني اتخضيتي منه عشان اول مره تشوفيه على الهواء. لا انا بقابله كتير والله. والله يعني مستغرب يعني. طب ما ممكن، طب خلاص ماشي، هي دلوقتي وزنها 120 نزلت معانا على البوكس الذهبي لغايه وصلت ل 90 كيلو، فجددت البوكس تاني وصلت ل 70 كيلو. فوصلت لميزانها، بقت زي القمر. هل انت بقى ما شاء الله جان يعني انت بقى ما شاء الله يعني عشان تقول كلمه زي كده، بدل ما تقول كده زي ما كريم بيقول دعمها نفسيا. بالزبط. يعني هات لها انت الكورس، اوجد لها الحل، اشترك مع، شجعها على الحل. وعايز اقول لك ان ده بيحصل على فكره برضه، عشان اكون منصف، في رجاله كتير جدا دلوقتي بتستغل مثلا ان في خصم 70% على كورس واحد، وفي النهارده تم 7 هدايا وتوصيل ومتابعه مجانا، بتستغل ده وتجيب بجد ده هديه لمراته. ده بيحصل برضه. طبعا انا يعني تيجي لنا مكالمه احنا عايزين نحجز، فاحنا بناخد تفاصيل الوزن والطول والسن والحاله الصحيه اثناء عشان المتابعه. فيقول بيقول بيانات مراته مش بيقول بياناته هو، عشان خاطر هو بيتابع لمراته بس عايز يفاجئها. فان انا جبته لك بشجعك، وهو ده صح. زي ما الستات كتير بتعمل ده، لكن يوصلها للمرحله دي يا كريم، يخليها بتتكلم دي حتى يعني مكسوفه تقول موضوعها على الهوا، يعني بتقول اقول هنا ولا ليه، يعني ليه نوصلها لكده. وفي يعني ستات كتير جدا تطلب برضو البوكس الذهبي وتقسم البوكس مع جوزها او مع اختها او طبعًا مع والدتها. ده بقى منتهى التشجيع والدعم في الدنيا بجد. ايوه، لان اللي بيبقى زي ما قلت بجد هو اللي بيعاني من مشكله السمنه، ان هو بيبقى محتاج. والله لما بقول لها تنزلي 30 كيلو في شهرين تقول لي ده انا راضيه ب 15، انا راضيه ب 10، اقل من كده، انا راضيه ب 20 كيلو. فهم بيبقوا محتاجين بس ربع فرصه،
مش فرصه، ربع فرصه، ياكلوا اللي هم عايزينه دون حرمان، يخسوا بشكل امن، معاهم حد بيشجعهم، معاهم حد بيقول لهم تاخدي الكبسولات امتى، تاخدي النقط امتى، والاعشاب امتى، والانبول امتى، مش اكتر. زي دلوقتي لما بقول الانبولات الحرق يا جماعه مش لازم الناس تاخدها ان هي حقن، بتاخدوها على كوبايه عصير او على كوبايه ميه، بتعمل نفس الكفاءه. ده حل يعني اتخلق عشان خاطر الناس اللي بتعاني من مشكله الحقن. فاحنا سمعنا شكوى الناس، هي دي الفكره، ان انا بهيئك لحاجه انت تقدري تعمليها، حاجه سهله، انت مش عليكي اي حاجه خالص غير انك تاخدي الكبسولات في ميعادها، تاخدي النقط في ميعادها، تاخدي الاعشاب في ميعادها، والانبول في ميعاده. مش طالب منك غير دقيقتين في 24 ساعه، دقيقتين بس هيغيروا حياتك 180 درجه، 30 كيلو في شهرين. وانا هبدا دلوقتي اشرح لك بقى ايه الحاجه، بس عشان خاطر النهارده الكبسولات اللي معايا كمان جديد. طيب قبل ما نشرح، عشان خاطر نرمين هننوه تاني، يا نرمين عندك ارقام التليفونات على الشاشه، اتصلي حبيبه قلبي باي رقم من الارقام دي، بالدكاتره هيردوا عليكي ويوصلوا معاكي ان شاء الله يا حبيبتي لبر الامان. مش بس كده، خدمه الواتساب متوفره على كل الارقام، وكمان صفحه الفيسبوك اهي قدامك على الشاشه، ادخلوا على الصفحه يا جماعه واطلبوا العرض النهارده، ده كلمة سر البوكس الذهبي اللي هو فعلا كأنه من ذهب، سواء في الخصم الكبير 70% او في الهدايا اللي كريم ما شاء الله زود عددها، اللهم بارك. تعال ناخد منى على التليفون. يلا يا منى، اهلا وسهلا يا منى، ازيك؟ منى سمعني؟ معاكي. ازيك يا منى؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. اهلا بيك، اتفضلي. ممكن اسال بس الدكتور في حاجه؟ اتفضلي. هو سامعك، اتفضلي. صباح الخير. يا صباح الفل. انا عايزه اسال بس بالنسبه لوالدتي، هي سنها 60 سنه وعندها ضغط وسكر وشايله المراره، هي وزنها كبير جدا يعني 140 كيلو. تمام، مفيش مشكله. هي مش بتتحرك كتير خالص، بس هي يعني الشهيه عندها مفتوحه قوي، وكمان مش بتتحرك خالص. مفيش مشكله، هي اول حاجه بتعملها، اول مرحله بتعملها الكبسولات هي سد الشهيه اصلا، ان انا اعمل لك عمليه تكميم طبيعي للمعده، ان انت بدل ما كنت بتاكلي طبق رز هتاكلي ربع طبق رز، بدل رغيفين عيش بلدي بقى ربع رغيف عيش بلدي. ده مثال يطبق على اي صنف موجود على الترابيزه. ان الشهيه تقفل شويه معاها، لان عندها الشهيه مفتوحه وطبعا بيزود وزنها جدا، وطبعا اكيد قاعده في مكانها ما بتتحركش، فده بيزود المشكله. صح كده؟ مفيش مشكله خالص. النهارده البوكس الذهبي مناسب لجميع الاعمار، من سن البلوغ 14 سنه لحد سن ال 70 سنه، وكمان مناسب لجميع الحالات الصحيه، ضغط وسكر وغده وتكيسات ومشاكل عظام. امن، مرخص من وزاره الصحه، مناسب لكل الحالات الصحيه، فهو مناسب لوالدتك مفيش مشكله خالص. وفي متابعه كمان مجانا من اول يوم لاخر يوم. النهارده البوكس الذهبي هينزلها 30 كيلو تحدي في شهرين، مش من 25 ل 30 كيلو، لا هي تنزل 30 كيلو في شهرين. بصي الحقي بس الهدايا، الحقي الهدايا لاول 200 متصل، بس 200 متصل بس معانا النهارده حبيبه قلبي. فعلى طول دلوقتي حبيبتي اتصلي على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، سمعت 200 متصل جريت، وقولي لهم حاله والدتك ربنا يديها الصحه والعافيه. المكالمه دي هتفتح لنا اسئله كتير قوي. هي دلوقتي والدتها سنها كبير، مظبوط، وكمان وزنها عالي جدا، فمعنى كده ان بتعاني من مشاكل صحيه، وبتعاني من مشاكل صحيه، بتاخد كده ادويه، مظبوط، وكمان شايله المراره. يعني عارف انت اللي هي ايه، كذا حاله في حاله واحده، في حاله واحده معانا النهارده. بالظبط. اخبار بقى البوكس الذهبي ايه مع الحاله دي؟ خلاص هناخد دوت، يعني هنجاوب عليه بشكل سريع. هو مناسب من اول سن البلوغ 14 سنه لحد 70 سنه، حلو، فهو مناسب كده لعمرها، مناسب لجميع الحالات الصحيه، ضغط، سكر، غده، تكيسات، مشاكل عظام، نقص فيتامين د، هو مناسب لكل الحالات الصحيه ومرخص من وزاره الصحه، ومعاكي متابعه مجانا من اول يوم لاخر يوم، فهو كده مناسب لحالتها الصحيه. ماشي. فكره تمام. الشهيه المفتوحه هو اصلا النهارده سد شهيه وحرق دهون وزياده معدل حرق في الجسم وثبات وزن ونحت قوام وتنظيم عمليه الهضم وحرق دهون متراكمه بالذات في منطقه البطن. ده في بوكس الذهبي النهارده. البوكس الذهبي النهارده وهقول ده بالظبط بيحصل ازاي. تمام. فهو برده مناسب لفكره الشهيه المفتوحه اللي بتعاني منها، فهو كده مناسب ليها. انا شايفه كده انت جاوبت على كل الحالات اللي هي عندها. هي 140 كيلو، صح، والعافيه يا رب. 140 كيلو في 60 يوم هتبقى 110. نقله مختلفه خالص. يعني مش عشان هي هتبقى 110 فمش هيبقى في، لا ده 30 كيلو دول يخلوني في حته تانية. طبعا بيخلوا شكلي حاجه تانية. بس كل ده يا كريم مع ان هي ما بتتحركش. يعني النقطه دي مهمه جدا. ليه بقى؟ ليه ازاي ما بتتحركش؟ انا لسه هقول لك الثقه بتاعه البوكس الذهبي دي ايه سببها، ايه وراها. طيب
احنا زي ما قلنا الامبولات غاليه جدا. طب هي غاليه من باب الطاق ولا هي بتعمل حاجات قويه جدا زيها زي الكبسول داعمه جدا؟ لا، هي الامبولات غاليه جدا عشان بتعمل اقوى حاجتين انت محتاجاهم اصلا وانت بيت عندك مشكله في الوزن. بتحرق الدهون المتراكمه في الجسم وبتزود معدل الحرق في الجسم. يعني ايه حرق دهون متراكمه؟ الامبولات، الامبولات بتحرق الدهون اللي انا مخزناها، اللي انا هنزلها، اللي هي عندي البطن، الارداف، الجناب، هي دي الدهون اللي عندي لما تخزنها. فالأمبول بيحرق الدهون المتراكمة في الجسم، ده رقم واحد. حلو. رقم اتنين بتعملها ايه الأمبولات؟ زيادة معدل الحرق في الجسم. يعني ايه زيادة معدل الحرق في الجسم؟ بزود معدل الحرق في الجسم عشان احرق اللي انا هدخله. اثناء ما بدخله ببقى عايز احرقه، بالذات لو انا بعاني من مشكلة ضغط، سكر، غده، نقص في فيتامين د. ليه؟ لان معدل حرقهم ما بيكونش مظبوط بنسبه وكفاءه 100%. فانا ببقى عايز اضمن ان انا احرق حتى الكميه ال 20% اللي انت تدخليها بعد ما انا سددت لك الشهيه بنسبه 80%. حلو. دي زياده معدل حرق وحرق الدهون اللي بتعملها الامبولات بس. فده بالنسبه للامبول اكتر حاجه واقوى حاجه داعم للكبسولات. وامن معاها، وامن جدا معاها في الحاله الصحيه اللي هي فيها او في السن كمان، امن معاها جدا ان شاء الله. ان شاء الله ما فيش مشكله خالص. وكمان لو هي بتخاف من فكره الحقن تقدر تاخده على كوبايه عصير او على كوبايه ميه. طيب تكسر الامبول على كوبايه ميه او كوبايه عصير وتشربها عادي جدا. ما فيش مشكله خالص. ده بالنسبه للامبولات. بالنسبه للنقط، النقط ما بتعملش غير حاجه واحده بس. النهارده انا حاطط علبتين نقط، علبة نقط وعليها علبة نقط مجانا، صح؟ وحتى علبة النقط اللي عليها بخصم 70%. طيب العلبة النقط دي بتعمل ايه؟ ما بتعملش غير حاجة واحدة بس. 10 نقط على نص كوباية مية، اكن لعبت ساعتين رياضة على مدار اليوم وانا ما اتحركتش. وهي ما اتحركتش من مكانها. لا، ده بالذات للناس اللي بتعاني من الغدة وزي ما قلت والضغط والسكر والناس اللي عندها نقص في فيتامين د. عشان انا بقى عايز واثق ان معدل حرقك بقى بكفاءة 200%. عشان ال 20% اللي انت بتدخليها دي انا عايز ابقى ضامن انها بتتحرق. عشان خاطر انا هحرق اللي انت مخزناه، فانا مش عايز اي تراكم دهون يحصل اثناء نزولك. حلو قوي. يعني هي بالنسبه لها كده ان شاء الله اولا الدهون اللي متخزنه هتتحرق، وكمان الدهون الجديده اللي داخله مع الاكل هتحرق. ثالثا معدل الحرق في الجسم هيعلى جدا، فهي قاعده في مكانها كمان ما بتتحركش، الجسم شغال في حاله حرق مستمره. بالظبط. طب ايه رايكم بقى نشجع بعض كده وتعالوا ناخد صور قبل وبعد لابطال البوكس الذهبي النهارده. صور معانا. نقول الكبسولات بتعمل ايه؟ هو بشكل سريع جدا، الاعشاب بتنقي الجسم من السموم وبتنظم عمليه الهضم للناس اللي بتعاني من اي مشاكل في المعده. فدي الاعشاب بتزود معدل الحرق في الجسم برضو. كل حاجه في البوكس ازاي بتزود معدل الحرق، والاعشاب طعمها حلو قوي ومقبول جدا، انا حتى بشربها. حلو جدا. تمام. وبتنظم عمليه الهضم. يعني بص مثلا دي الكبسولات اللي معانا النهارده بقى. للناس اللي شايفه الصوره يا جماعه، رقم واحد الفرق ما بين الصورتين، انت بتشوفي شكل جسم. انا عايز اقول لك ان هو فرق صحه واضح، واضح في الوقفه، واضح في الصوره كمان. أكيد واضح ان اكيد جرب يعمل دايت، اكيد جرب يعمل دايت وما جابش معاه نتيجه، قعد شهرين ونزل 4 كيلو وفي ومجرد ما رجع كل لمده اسبوع زاد 5. فايه فده من ضمن الاساليب اللي الناس بتجربها وما بتجيبش معاه نتيجه. فانا بشكره جدا لدعمه ولارادته ولثقته فينا ولثقته في نفسه وانه ما سكتش. وعلاج المشكله يا جماعه ان انا اواجه نفسي ان عندي مشكله كده اتحلت بنسبه 50%. ال 50% التانيين اللي ناقصين ان انا طلبت البوكس الذهبي، ان انا خدت الكبسولات في ميعادها، النقط في ميعادها، الاعشاب في ميعادها، الامبولات في ميعادها. وانوه تاني قبل ما اقول الكبسولات اللي هشرحها على الصور يا جماعه، النهارده 7 هدايا لاول 200 متصل دلوقتي. الارقام كلها لو مشغوله في خدمه الواتساب على كل الارقام. طب الكبسولات بقى هي اللي عامله ده. الصوره الثانيه. الكبسولات اللي معانا النهارده كبسولات جديده جدا يا شيف، كبسولات السبعيه. انا كنت باجي معاكي معايا الكبسوله الخماسيه اللي بتعمل 5 مراحل. اقولهم تاني بشكل سريع الخمس مراحل بتاعت الكبسولات. واحنا بنشوف الصور كده في صور تانية يا جماعه، احنا شايفين الفرق ما شاء الله. بصوا الكبسولات بتعمل ايه والفرق ما بين الصوره دي والصوره دي، اساسها الكبسوله. طيب الكبسولات في صور تاني معانا، ادي كمان الصوره دي. بصوا الحاله دي كمان ما شاء الله عليها. إيه إيه؟ من شايفين من الفرق قاعده ازاي وتعبانه وحركتها بسيطه، الوقفه عامله ازاي والصحه عامله ازاي. وربنا يا رب يبارك لها يا رب في صحتها وعمرها يا رب. وبرافو عليها والله، يعني برافو عليها انها خدت القرار وغيرت نفسها وغيرت حياتها كده للمرحله دي. والله بجد ما شاء الله. على فكره والله العظيم صحتنا بجد والله امانه كبيره، من اكتر الامانات اللي الواحد المفروض يحافظ عليها في الدنيا بجد. طب نتكلم على الكبسوله بقى. الكبسوله السبعيه رقم واحد بتعمل زي ما قلت طول الفقره، سد شهيه رقم واحد. سد شهيه يعني ايه؟ يعني بدل ما كنت باكل طبق رز بقيت باكل ربع طبق رز. بتاخد نسبه من حجم معدتي 80%. بس ما اتمنعتش من الرز. ما اتمنعتش. عايزين نفهم حبايبنا النقطه دي. ده سد شهيه، ده مش سد شهيه، ده سد نفس. اللي هو لا رز لا غير سد النفس هنا.
سد النفس غير سد الشهيه. سد النفس ان انا نفسي ما تروحش على الاصناف اصلا الموجوده على الترابيزه، يعني ما اقولش ان نفسي ما تروحش على المكرونه والبانيه خالص، حاسس ان ماليش نفسي اكل خالص. لكن سد الشهيه حاجة. انا هجوع عادي، هبقى جعان بجد عادي في وقت ما انا ببقى اكون جعان، بقعد على الترابيزه اكل بس اكنني عامل عمليه تكميم طبيعي للمعده. هي بتنزل بتنفش بقى اعشاب طبيعيه والياف طبيعيه بنسبه 80%، تسيب لي 20% بس. اكل اللي انا عايزاه بدون حرمان ايا يكن الصنف ايه، بس الكميه اقل. انا مشكلتي في الكميه مش في الصنف. فده رقم واحد سد الشهيه، عمليه تكميم طبيعي للمعده. رقم اتنين حرق الدهون المتراكمه في الجسم. ال 30 كيلو اللي انا بقول من اول الفقره انا هنزلهم في شهرين، ال 6 كيلو اول اسبوع، ال 15 كيلو في الشهر، حرق الدهون المتراكمه في الجسم بالذات المتراكم في المناطق المتراكم فيها الدهون بشكل مباشر. ارداف جناب، يعني ما بقاش عندي ارداف مثلا فتنزل لي الدراعات او تنزل لي وشي فيبان عليا هزيان او تعب، مفيش اي اثار جانبيه. لا، هي بتحرق دهون متراكمه في الجسم بالذات اللي انت بتعاني منها. دالت مرحله زياده معدل الحرق في الجسم، فانا الكبسولات بتزود معدل الحرق، النقط بتزود معدل الحرق، الاعشاب بتزود لي معدل الحرق، الامبولات بتزود لي معدل الحرق، عشان ابقى ضامن ان معدل الحرق عندك بكفاءه 200% كده. سد شهيه، حرق دهون، زياده معدل الحرق في الجسم. رابع حاجه بتعملها الكبسولات هي النحت القوام. انت قلتيها في اول الفقره يا شيف، نحت القوام يعني البطن نزلت، الارداف نزلت، نزلت 30 كيلو، ما يبقاش عندي جناب، ما يبقاش عندي ديفو، ما يبقاش عندي عيب انا عارفاه او ملاحظاه، ده نحت القوام. خمس مرحله بتعملها الكبسولات والناس هتحبها قوي، ثبات الوزن بعد نزول. طبعا ما دي اهم حاجه. هو انا بعد ما اخلص المنتجات كلها واخلص البوكس الذهبي اللي يضمن لي ان انا مش هرجع اللي انا يضمنوا لك ان الكبسولات مدعمه بثبات الوزن بعد نزولك. يعني انت نزلت 30 كيلو فانت الكبسوله مدعمه بثبات الوزن، مستحيل ترجع كيلو تاني. تاني حاجه منطقيه ان حجم معدتك رجع لحجمه الطبيعي اثناء الشهرين، فلما هرجع اكل بعد ما اخلص النهارده البوكس الذهبي، خلصت 60 يوم، هاكل نفس كميه الاكل اللي اتعودت عليها خلال شهرين او خلال شهر. لو انا بستخدمه انا وحد، انا معدتي رجعت لحجمها الطبيعي، فانا هاكل الكميه اللي انا اتعودت عليها. ده حاجتين يضمنوا ان انا انزل 30 كيلو ما ارجعش كيلو تاني. بسرعه قبل ما نختم، لا اخر مرحلتين نقول بس العرض بتاعنا الاول عشان ماشي. الوقت اخر مرحلتين بتعملها الكبسولات اللي اضافوا حرق دهون متراكمه بالذات في منطقه البطن. اخر مرحله وهي تنظيم عمليه الهضم للناس اللي بتعاني من مشاكل في المعده كمان. طيب النهارده البوكس الذهبي بتاعنا عباره عن 10 منتجات، بدفع 8.3 بس، بخصم النهارده 70%، الخصم مفتوح. اللي انا بدفع ثمنه كبسولات ونقط واعشاب، ده الكورس بتاعي الاساسي، بنزل عليه 15 كيلو في الشهر. انا عارف كده ان اول حاجه في الهدايا، اول حاجه في السبع هدايا كبسولات ثانيه، نقط ثانيه، اعشاب ثانيه، انا كده كورس وعليه كورس مجانا. فاضل اربع هدايا، اربع انبول حرق مجانا دلوقتي يا جماعه. النهارده السبع هدايا دول لاول 200 متصل، لاول 250 متصل. الله عليك، ايه رايك في الله 50 عليك. دول عشان بس نلحق واغلبيه الناس تستفيد. والله تستفيد من البوكس الذهبي، لان الخصم كبير جدا يا جماعه، والهدايا كمان عددها زاد يعني، والتوصيل مجانا. البوكس الذهبي والتوصيل مجانا لجميع محافظات مصر، لحد باب البيت، والمتابعه مجانا من اول يوم لاخر يوم. اتمنى كل الناس يا رب النهارده تلحق البوكس الذهبي، دي كلمه السر. رقم مشغول، صوري الشاشه، جربي اكتر من رقم، او ابعتي رساله على الواتساب، تقدري تبقي من اول 250 متصل عادي وتلحقي الهدايا، السبع هدايا، وتاخدي النهارده البوكس الذهبي كامل 10 منتجات ب 8.3 بخصم 70%. والنهارده تحدي 30 كيلو، مش من 25 ل 30، لا 30 كيلو في شهرين، اول اسبوع 6 كيلو على الميزان، وده رهان انا مقدمه لكل الناس. ان شاء الله باذن الله. خبير التغذيه كريم اكرم، اشكرك، نورتني. انا بشكرك جدا، يا رب تكون لسه انبسطت ان شاء الله، والناس كلها تستفيد من عرض البوكس الذهبي النهارده يا جماعه، لان هو فعلا كهدايا او كخصم هو ما يتفوتش على قد الايد قوي. يعني فعلا يعني اشكرك يا كريم. شكرا يا شيخ، اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير ان كان لنا عمر ان شاء الله، فحلقة جديدة تعجبكم أكتر وأكتر. السلام عليكم.